إلى تونس. لليوم الثالث على التوالي تشهد بعض أحياء العاصمة التونسية احتجاجات شعبية ومواجهات بين قوات الأمن والمحتجين وسط مخاوف من تصاعد حالة الاحتقان والانقسام في الشارع التونسي، إذ بدأ الحديث يكثر عن مستقبل البلاد في المشهد التونسي المتخبط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، سيما مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية والسياسية وفي وقت متزامن. وزارة الداخلية التونسية قالت أن بعض المشاركين في الاحتجاجات بحيي التضامن والانطلاق جاءوا لغاية سياسية، فيما يرى البعض أن هذه الاحتجاجات جاءت نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية تحديدا في الأحياء الفقيرة وليس لها أي أبعاد سياسية. نتابع هذا التقرير ونعود لنناقش ما الذي يجري في تونس. بينما لا يزال الشارع التونسي متخبطا بأزماته السياسية والاقتصادية، عادت حالة الاحتقان إلى شوارع العاصمة التونسية مع عودة الاحتجاجات إليها واستمرار المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليوم الثالث على التوالي. وسائل إعلامية تونسية محلية أكدت أن حيي التضامن والانطلاق في العاصمة تونس شهد احتجاجات بين مئات الأشخاص وقوات الأمن التي كثفت انتشارها في عدد من أحياء العاصمة. الوسائل أشارت إلى أن المحتجين أغلقوا الطرق الرئيسية في العاصمة ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت السلطات بإطلاق الغاز المسيل للدموع وملاحقة المحتجين في الأحياء الفرعية بالمنطقة. رئيس مكتب الإعلام في وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغايا أعلن في تصريحات صحفية أن عدداً من المشاركين في الاحتجاجات بحيي التضامن والانطلاق جاءوا لغايات سياسية ولتنفيذ عمليات خلع وسرقة. وانطلقت الاحتجاجات قبل 3 أيام على خلفية وفاة شاب أصيب برصاص الأمن أثناء مطاردته في العاصمة قبل نحو شهر، وردد المتظاهرون شعارات ضد سياسة الحكومة والرئيس قيس سعيد والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية وتكتلاً للجهات المعارضة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد منذ إجراءات 25 من حزيران الماضي، وسط دعوات للخروج في تظاهرات للتنديد بسياسة سعيد وما آلت إليه الأوضاع في البلاد. من تونس أرحب بضيفي الأستاذ صهيب المزريقي قيادي بحزب البعث، مساء الخير. وأيضا من تونس أرحب بالصحفي ربيع قاسم، أهلا بك أستاذ ربيع. لو أبدأ الحديث معك أستاذ صهيب، بداية ما الذي يجري في تونس؟ كيف توصف هذا المشهد المتداخل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى أمنيا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بكل السادة المشاهدين، ومرحبا بضيفكم من تونس السيد ربيع. أولا يعني في إطار تقييمنا للوضع السياسي العام اليوم في تونس والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، نقول يعني أن الوضع بصفة عامة يعني ليس وليد اللحظة اليوم، يعني ليس وليد مرحلة حكم قيس سعيد أو ليس وليد مرحلة المسار التصحيحي ل 25 جويلية الذي قام به رئيس الجمهورية بعد أز بعض من الأحزاب الوطنية واتحاد عام تونسي للشغل والتحركات الشعبية على مدة 10 سنوات خلت كان الشعب التونسي فيها يدعو إلى إقامة لحظة 25 جويلية. يعني هو كانت الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم المتأزمة كانت نتاج لحكم الإسلاميين في تونس بمعية الحركات الليبرالية على غرار نداء تونس وعلى غرار قلب تونس وكل الذين كانوا يدورون في هذا الفلك لمدة 10 سنوات، يعني هم الذين قد أوصلوا تونس إلى هذا الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تونس بفقدانهم لخارطة سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة بعملتهم للقوى الأجنبية على حساب تونس بالعشرية السوداء بكل ما تحمله من تسفير الإرهابيين من قبل حركة النهضة والتيارات التكفيرية الموجودة في تونس. يعني أيضا نسبة التضخم التي كانت تعيشها تونس كانت نتاج للقروض التي كانت تأخذها حركة النهضة باسم الدولة التونسية ولا تذهب إلى الاستثمار ولا تذهب إلى يعني بناء الدولة التونسية
سياسيه وانما كانت تذهب الى جيوب قيادات الاخوان المسلمين على غرار رفيق عبد السلام وتورطه في سرقه المليار الهبه الصينيه التي اعطتها إلى تونس. أيضا يعني الشركات الكبرى والاستثمارات التي توجد اليوم باسم حركة النهضة والتي توجد باسم رجال أعمال تابعين لحركة النهضة، يعني كانت كل هذه أسباب لتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. أيضا يعني ضرب النسيج الاجتماعي المتماسك الذي كان ما قبل الثورة التونسية من خلال بث خطابات تكفيرية التي تقسم الشعب التونسي إلى مسلم وكافر ومؤمن وغير مؤمن، وأيضا حتى إلى التناحر بينها كما شاهدناه في 2013-2012 الذي أفضى بنا للأسف إلى الاغتيالات السياسية، أفضى بنا إلى بؤر التوتر، لا تسفر لنا الشباب إلى بؤر التوتر، أفضى بنا إلى مرحلة خطيرة جدا وهي مرحلة إضعاف الدولة وتفكيك الدولة وتسييد الجماعة وهي جماعة الإخوان المسلمين على حساب الدولة التونسية وتسييد رئيس الجماعة وهو راشد الغنوشي على حساب الدولة التونسية. أصبحنا لا نتكلم عن مؤسسات الدولة، لا نتكلم عن أجهزة الدولة، أصبحنا نتكلم فقط عن شخصنة الدولة في شخص راشد الغنوشي وفي شخص الباجي قائد السبسي رحمه الله. إذن أصبحنا اليوم نتكلم عن منطق انهيار الدولة وتفكيك الدولة. اليوم ما تعيشه تونس ليس يعني وليد اللحظة وإنما طيب. يقرأ في أسبابه ومسبباته، يقرأ بالتراكمات التاريخية. يعني طيب سعيد ليس هو الذي تسبب في هذه الأزمة وليست مسار 25 جويلية قد تسبب في هذه الأزمة مع تحفظنا على طريقة تمشي رئيس الجمهورية قيس سعيد من ناحية البطء، من ناحية عدم فتح الملفات السياسية للفساد. يعني هذه الملفات بقيت نقطة خلاف بين من كان يؤيد الرئيس قيس سعيد في خطواته وأيضا بين من كان يعارضه. سأعود إلى هذه التفاصيل معك، لكن دعني أستطلع وجهة أستاذ ربيع قاسم فيما ذهبت إليه. إلى أي مدى يمكن ربط ما يجري في الشارع التونسي أستاذ ربيع بما يجري في الأروقة السياسية، أم أنك تشاطر ضيفي الأستاذ سهيب بأنها تعود فعلا إلى العشرية السوداء وإلى ما خلفته حركة النهضة وباقي الأحزاب الإسلامية في تونس لسنوات؟ شكرا على هذه الدعوة. في الأول خلينا نتفق أنه هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات التي تشهدها تونس طيلة يومين هي تظاهرات واحتجاجات مشروعة نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، نظرا كذلك للأزمة المتفاقمة في المجال الاجتماعي وعلى الصعيد الاجتماعي هناك يعني تدهور للقدرة الشرائية للمواطن. الدولة كذلك يعني في 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 طريق السيناريو اليوناني أو اللبناني. اليوم الدولة التونسية على شفا حفرة يعني من الانهيار، لذلك هذه الاحتجاجات في حي الانطلاقة وحي التضامن، خاصة بعد مقتل شاب تونسي في مقتبل العمر في ربيعه 17 توفي أثر مطاردة أمنية. يعني هذا كله يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة، يؤدي كذلك إلى انفجار داخل صفوف أو في صفوف المواطنين. بالتزامن مع هذه الأحداث كذلك نلاحظ وجود احتجاجات سياسية تدعو إلى إسقاط منظومة قيس سعيد، تدعو كذلك لعودة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية. إذن كل هذه تؤدي إلى أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد حركة 25 جويلية نلاحظ هناك أزمة كبيرة في المجال السياسي، خاصة أنه لم يقم بكثير يعني من الإجراءات التي قد يعني قد تقوم بتهدئة الوضع العام في تونس. كذلك هناك بعض المعارضين أو خلينا نقول أنه هناك اثنين الأحزاب السياسية اللذين يعني هما كما الخطين المتوازيين لا يلتقيان، ولكن ليلة أمس قد التقوا في شارع بورقيبة والتقوا في تونس العاصمة، كلهم بصوت واحد يدعون إلى إسقاط منظومة قيس سعيد. لذلك من هذا المنبر وجه يعني رسالة إلى رئيس الجمهورية أن يقوم ببعض المراجعات، خاصة يعني بعد احتكار، خلينا نقول كلمة احتكار كل السلطة. اليوم على رئيس الدولة أن يقوم كما قلت ببعض المراجعات في بعض الإجراءات والمراسيم التي قام بها، خاصة ونحن مقبلين
على انتخابات تشريعية يوم 17 من ديسمبر. هذه الانتخابات التي من هذه اللحظة أو من قبل نلاحظ قطيعة كبرى من سواء من قبل السياسيين وكذلك من قبل بعض القوى الوطنية وكذلك المواطنين اللي لحد الساعة ما همش فاهمين بالتونسي يعني هذه الانتخابات أو نظامها الانتخابي. اليوم لازمنا نسمع خطاب يعني جدي، اليوم خطاب تفسيري، خطاب من رئيس الجمهورية باعتباره رمز السلطة في تونس وباعتباره كذلك أن كل السلطات ترجع إليه. اليوم يجب أن يكون يعني على حد المسؤولية التي أوكلت له من قبل الشعب التونسي، الشعب الذي خرج يوم 25 جويلية الفارط ودعاه إلى إسقاط منظومة الإخوان ومنظومة الخراب ومنظومة كذا، يجب أن يكون على يعني على قد مسؤوليته كما نقول وإحنا بالتونسي. يجب كذلك أن يكون حازما في بعض القرارات التي يعني أخذها والتي سيأخذها في الأيام القادمة. كذلك اليوم يجب أن يعلم أن هناك يعني انفجار كبير في صفوف المواطنين، خاصة المواطنين الذين تدهوروا اجتماعيا بسبب التردي الاقتصادي التي تعيشه تونس. اليوم كذلك كثيرة هي أو هناك يعني عدة خطط تدار في غرف مظلمة تساعدها هذه الأوضاع يعني المتأججة تستغلها في يعني باعتبار أنه قيس سعيد هو منذ توليه كل السلطات هو سبب هذه الأزمات. اليوم على رئيس الجمهورية يجب أن يخرج للشعب التونسي يحكي معهم، يفسر لهم شنو اللي قاعد يصير في البلاد، شنو اللي قاعد يصير في تونس. اليوم كذلك بعض القوى الوطنية والسياسية يجب أن تكون مسؤولة، لا تنخاذ إلى أي طرف سياسي ما ويكون الولاء لتونس فقط. اليوم نحن يعني حقيقة إن اليوم الأوضاع يعني غير عادية في تونس، يعني نحن على أبواب أو يعني تونس تعيش مرحلة استثنائية منذ بدء الإجراءات وحتى الآن. يعني أستاذ ربيع قاسم، أستاذ صهيب المزريقي، يعني ما تساءلت معك بداية ما الذي يجري في تونس؟ يعني يقول الأستاذ ربيع قاسم على الرئيس قيس سعيد أن يخرج اليوم على التونسيين ويقول ويشرح للشعب التونسي ما الذي يجري، لكن يعني لو نكون عادلين في النقاش، إن كانت هناك يعني أسباب متجذرة لخروج الشعب التونسي تعود إلى حقبة حركة النهضة والحقبة الإسلامية، لماذا لم يستطيع الرئيس قيس سعيد تجاوز هذه الحقبة من خلال يعني كل هذه الإجراءات، إجراءات على أكثر من صعيد، تغيير حكومة، إجراءات استثنائية، يعني نهاية إلى الانتخابات التي ستجرى الانتخابات التشريعية، كل ذلك ولم يسعف الرئيس قيس سعيد؟ هو سيدتي العزيزة، يعني دعيني أتفق مع السيد الضيف أنه الاحتجاجات التي تشهدها كل من حي الانطلاقة وحي التضامن هي شرعية في إطار أنه، لكن هناك مخاوف من أن يتم تسييس هذه الاحتجاجات لأبعاد سياسية. هي كانت على خلفية اغتيال أو وفاة شاب في مقتبل العمر من قبل يعني رجال الأمن، ونحن دائما نندد بهذا القمع البوليسي وبهذه التجاوزات التي تفضي بحياة الشعب. ونحن كنا قد دعونا رئيس الجمهورية قيس سعيد بوجوب فتح بحث حقيقي وفعلي في أسباب الوفاة ومحاسبة كل الذين تورطوا في اغتيال هذا الشاب. أيضا يعني بالنسبة للتظاهرات السياسية التي كانت شهدها شارع الحبيب بورقيبة من قبل الخطان المتوازيان الذين لا يلتقيان، نقول أنهما هما كان جزء لا يتجزأ من هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس. كان بالأحرى عليهما أن يقدموا نقدهم الذاتي وأن يبينوا التجاوزات التي شهدوها يعني والتي ارتكبوها في حق الشعب التونسي على مدة 10 سنوات. أيضا يعني اليوم الاحتجاجات التي تقع ليست فقط في العاصمة وإنما حتى في بعض الجهات الأخرى على خلفية تردي الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، نقول أنه على رئيس الجمهورية اليوم كما تفضل الضيف بالوجوب خروجه إما في خطاب رسمي للشعب ويفسر له الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس، أو كما كنا قد طلبنا السيد رئيس الجمهورية بتعيين ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، أولا ليبين للشعب التونسي الوضع العام للبلاد، وأيضا يكون هنالك يعني سد باب أمام المفسرين وأمام المبررين
لمشروع رئيس الجمهورية إلى غير ذلك، والذين قد يسيئون حتى إلى رئيس الجمهورية أكثر مما. طيب يعني هنا دعني أتساءل معك، يعني أعذرني على المقاطعة، في ظل كل ما تتحدث عنه، إلى أي مدى يمكن أن تتجاوز اليوم بعد كل هذه التطورات الاحتجاجات المطلبية الاجتماعية والاقتصادية إلى مطالب سياسية واضحة قد تصل فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط النظام القائم وبنسف كل ما عاشته تونس منذ أكثر من عام منذ بدء الإجراءات الاستثنائية؟ هل من الممكن يعني أن يحدث هذا السيناريو؟ هو أكيد يعني أن الاحتجاجات والتحركات كانت شرعية، لأن الشعب التونسي اليوم يعاني الكثير، خاصة في فقدان المواد الأساسية، يعاني غلاء الأسعار، يعاني الاحتكار، يعاني تضارب المصالح بين التجار وبين اللوبيات الموجودة، وضحيتها فقط هو الشعب التونسي، وله الحق ظهر وله الحق في أن يعبر بكل حرية ويعبر بكل مطلبيته الحياتية اليومية، كون الشعب هو صاحب السيادة وكون الشعب هو الذي يقرر في الأخير من الذي سيحكمه. هذا من جهة. من جهة ثانية نحن نرى أن السبب الرئيسي، ونرى أن الهدف الأساسي اليوم في تونس هو إقامة حوار وطني اقتصادي حقيقي فعلي من أجل الخروج من الوضعية الاقتصادية التي تعيشها تونس. قلنا على رئيس الجمهورية اليوم أن يتشاور مع الأحزاب الوطنية، يتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يتشاور مع المنظمات الوطنية على غرار رابطة حقوق الإنسان، يتشاور مع بقية المكونين للمشهد السياسي التونسي، بطبيعة الحال باستثناء الذين استقوا بالأجنبي على تونس، باستثناء الذين تورطوا في العشرية السوداء على تونس، باستثناء الذين رهنوا تونس إلى قطر وإلى تركيا وإلى إيران وإلى غير ذلك. نقول أنه اليوم يجب على قيس سعيد أن يقيم مع بقية الفرقاء السياسيين الوطنيين حوارا اقتصاديا، وأن يكون هنالك فعلا يعني مشروع متكامل سياسي واقتصادي واجتماعي، ويكون متواجد فيه أيضا خبراء اقتصاديين لرسم مشروع متكامل، لرسم مشروع حقيقي وفعلي وعلمي، ويتم مصارحة الشعب عليه، يعني تكون فيه نقطة بداية ونقطة نهاية، ويكون الشعب ليس فقط آلة تطبق يعني القرارات، وإنما تكون الشعب هو الكيان الحر والمفكر والمستقل بذاته، وهو الذي يرسم الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة التونسية، ويحدد توجهاتها بمعية السلطة القائمة وبمعية الأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية. طيب أستاذ ربيع قاسم، لو أعود إليك في هذه الجزئية اليوم، يعني المعطيات والمؤشرات لا تشي حقيقة بأنه يعني بقي للرئيس قيس سعيد كتلة من المؤيدين أو لإجراءاته، يعني في ظل ما تفضل به ضيفي الأستاذ صهيب المزريقي، يعني باستثناء هذه الجهات، لكن يعني نتحدث عن استثناء جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال، حركة النهضة، بعض الأحزاب الأخرى، ائتلاف الكرامة. اليوم في ظل كل هذا التجذر لهذه الحركات في تونس، رغم كل ما قام به الرئيس حتى الآن من إجراءات، هناك يعني موقف يجمع، أو الموقف يجمع بين الحزب الدستوري الحر على سبيل المثال مع هذه الأحزاب التي كانت معارضة للرئيس قيس سعيد، وكانت أيضا كان الحزب الدستوري يعارض هذه الأحزاب، الموقف اليوم يجمع أكثر من الموقع، ألا يؤدي كل ذلك إلى يعني حدوث ما يخشاه الرئيس قيس سعيد، تكتل بين الجهات التي كانت تؤيده وأيضا الجهات التي كانت تعارضه، وحتى أن الشعب التونسي يعارض هذه الجهات؟ بالطبع هو بالنسبة للحزب الدستوري الحر اليوم وهو أو منذ يومين وهو في المسيرة، هو دعا لإسقاط المنظومة قيس سعيد ولم يتفق مع الإسلام السياسي. نحن نعلم أن الحزب الدستوري الحر دخل في معركة ودخل في حرب شرسة ضد ما يسمى بتنظيم الإخوان المسلمين أو حركة النهضة وما تبعها من ائتلاف الكرامة وبعض الدكاكين ذات الطابع الإسلام السياسي. الحزب الدستوري الحر قال فيهم كلمته وهو يعني ضده تماما، ونذكر كذلك يعني حين وقف الدستور الحر أياما وليال وأشهر أمام يعني دكان بما يسمى باتحاد علماء المسلمين، وقف ضده ووقف كل التيار الإسلامي السياسي في تونس، ولكن هذا لا يمنع أنه اليوم هذه القوى السياسية اليوم تحالفت
على كلمة فقط، وهو أن السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ربما تأخر في 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 الإصلاح، قد ربما فشل في في إرساء تونس إلى بر الأمان، ولكن هذا لا يمنع أو يعني لا يتفق أن الحزب الدستوري الحر يعني متضامن أو متحالف مع الإخوة المسلمين، هذا يعني قطعا ويعني هذا غير صحيح. كذلك السيد صهيب قال أنه الحزب الدستوري الحر يتحمل مسؤوليته فيما أفضت إليه تونس بعد 10 سنوات. الدستوري الحر لم يدخل ولم يشارك في أي حكومة وفي أي منصب سياسي ولا حتى دخل سدة الحكم، ومنذ تأسيسه اتخذ المعارضة كموقع له. اليوم هذه، انظر صديقتي، اليوم هذه الأحزاب السياسية التي شاركت في العشرية السوداء، العشرية التي أدخلت تونس إلى منحرف الإرهاب والفساد وكذا، هذه الأحزاب قد قال فيهم الشعب كلمته، هذا الشعب قد أقصاهم، والرئيس كذلك حتى أقصاهم منذ 25 جويلية. اليوم الخطوة التالية، ما هي الخطوة التالية؟ الشعب التونسي كلا ومل من الخطابات التي تصدر من قيس سعيد والتي يعني يتهم فيها بعض الأطراف والغرف، لكن بالمقابل لن يعود إلى حضن هذه الجهات والتكتلات السياسية والأحزاب. عفوا، يعني بالمقابل رغم أنه مل من هذه الإجراءات كما تقول، الشعب التونسي اليوم هل مستعد لأن يعود إلى حضن هذه الجماعات والأحزاب السياسية؟ مستحيل. فالشعب التونسي لا يلدغ من جحر مرتين. الشعب التونسي اختبر هذه الأحزاب السياسية، أو خلينا نسميه حركة النهضة، التي كانت هي في سلطة الحكم منذ 10 سنوات وساهمت في تخريب تونس. الشعب التونسي لن يعيد ثقته في هذه الأحزاب. اليوم رئيس الجمهورية كانت له يعني مشروعية كاملة ومطلقة من قبل الشعب التونسي الذي خرج مسيندا له يوم 25 جويلية، فلا يجب أن يضيع هذه الفرصة، لأن السلطة، نحن دائما نقول السلطة هي في يد الشعب التونسي. الشعب التونسي انتفض في 2011 فيعني خلع زين العابدين بن علي رئيس الراحل، كذلك انتفض يوم 25 جويلية فأخرج حركة النهضة من الحكم. اليوم خوف كل الخوف، لأنه حين ينتفض الشعب التونسي ويقول كلمته سوف يزيح قيس سعيد ويعني وغيره من دعني من أختتم بهذه يعني بهذا الطرح. نعم. دعني أختتم بهذا الطرح. نعم. مع الأستاذ صهيب المزريقي، يعني إن كانت ثورة الجياع كما تفضل أستاذ ربيع قاسم وأزاح عقد من حكم جماعة الإخوان، واليوم أو بالأمس أيضا ثاروا في 25 من حزيران العام الماضي، ما الذي يستبعد أن تكون تونس اليوم على موعد ثورة جديدة تطيح بكل ما يقود تونس إلى دولة غير ديمقراطية غير مدنية ونحو التدهور الاجتماعي والاقتصادي؟ هو أصلا يعني تسمية تونس اليوم بعد ما صار 25 جويلية أن تونس ليست مدنية وتونس ليست ديمقراطية، هذا من الإهامات التي تريد أن تصدرها بعض الجماعات على غرار جماعة الإخوان المسلمين المنتمية للتيار الإسلامي، وتريد أن تشوه مسار 25 جويلية، وهي أصلا التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بمدنية الدولة، وإنما تؤمن فقط بحكم الفرد الواحد الذي يستمد وجوده من الوجود الإلهي كما موجود ذلك في تنظيراتهم. هذا من جهة. من جهة ثانية أقول أن يعني الدستور الحر يعني اللي هو الامتداد للفكر البورقيبي كما يزعم بعض مؤسسيه، نريد أن نقول أن الإسلام، أن الإسلاميين كانوا قد تحالفوا يعني في مرحلة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله، يعني كانوا قد تحالفوا مع التيارات الإسلامية، يعني كانوا قد وصل بهم الحد إلى أن تطبع يعني جرائد التيارات الإسلامية في مقرات الحزب الدستوري الحر الحزب الحبيب بورقيبة، يعني كانت أيضا وصلت بهم إلى أن فتح لهم الحبيب بورقيبة المساجد من أجل تكفير جمال عبد الناصر في إطار الصراع بين جمال عبد الناصر والحبيب بورقيبة. أيضا يعني كانت في الجامعة يعني فتح الباب للتيارات الإسلامية من أجل ضرب التيارات اليسارية والتيارات القومية في فترة السبعينات. أقول يعني أن عادة في المبدأ ما نشهد هذا التزاوج الرجعي بين التيارات الليبرالية والتيارات الإسلامية، وقد شاهدناه يعني حتى في فترة حكم الباجي قائد السبسي في 2014، ورأيناه يعني في فترة ما سينجحون في ذلك. باختصار تجاوزنا الوقت، المنتمين إلى في هذه المرحلة هل ستنجح هذه الاستراتيجية؟
في هذه المرحلة أقول أن اللاعب الأساسي في تونس ليست الأحزاب التي نراها، لأنها هذه أحزاب مجرد بيد العمى بيد السفارات وبيد القوى الأجنبية على غرار حركة النهضة وارتباطاتها. أيضا حزب الحر الدستوري وعبير موسي ألم تستقوي على تونس بلجنة البندقية حين راسلتها من أجل ضرب تجاوزنا الوقت الوطنية التونسية؟ شكرا لك للأسف عذرني على المقاطعة، تجاوزنا الوقت المخصص للنقاش وسررت بكل ما تفضلت به. ضيفي من تونس الأستاذ صهيب المزريقي قيادي بحزب البعث، جزيل الشكر لك على انضمامك معنا وعلى كل ما تفضلت به، وأيضا جزيل الشكر لضيفي الآخر من تونس الأستاذ ربيع قاسم الصحفي. شكرا لك مشاهدينا، شكرا لكم وإلى لكم.